هنكمل مع بعض. لو شفنا مثال تاني يا ولاد مع بعض، وقلت لك ابتعد عن صاحب واسكت، فهمنا من الجملة انك بتطلب مني او انا بطلب منك ان انت تبتعد عن اي صاحب. محددتش صاحب ايه، صاحب الخير، صاحب الشر، صاحب ايه. لكن لو انا قلت في الجملة تانية ابتعد عن صاحب السوء، يبقى انا كده حددت لك ان الجملة هنا في الجملة ده تم توضيح كلمة صاحب عند إضافة السوء. قلت لك إيه صاحب مين؟ صاحب ابتعد عن صاحب السوء. يبقى أنت هتفهم مني اللي أنا حددت لك هنا صاحب إيه اللي أنت تبتعد عنه. في مثال تاني لو قلت لك مشيت على شاطئ وسكت، فهمنا من الجملة اللي أنا مشيت على أي شاطئ، أو إنك مشيت على أي شاطئ. ولكن حين نقول مشيت على شاطئ البحر، جت كلمة البحر عشان تحدد لي وتوضح لي كلمة شاطئ، عشان أنا ممكن أكون مشيت على شاطئ النهر، مشيت على شاطئ البحر، مشيت على شاطئ المحيط، مشيت على أي شاطئ، فجت كلمة البحر علشان توضح لي شاطئ إيه. تمام معايا كده؟ أنا بنقولها بطريقة مبسطة عشان لو ماما قاعدة جنبنا كمان نفهم إيه مع بعض. طيب